احنا النهارده يعني الكلام ان المحافظ بالانتخاب لا المحافظ مش بالانتخاب، احنا نتمنى يطلع نظام واضح ومجرب وشفاف، واحنا عندنا ثقه في اللجنه بتاعت الدستور واللي يقولوا عليه احنا موافقين عليه لان هم اكيد لهم المصلحه العامه، لكن النهارده لما نيجي نتكلم لابد ان الامور تبقى واضحه عشان هم بيحطوا الدستور دلوقتي برضه احنا كخبراء اداره محليه. حضرتك مع ان المحافظ يكون بالانتخاب ولا بالتعيين؟ انا واحد من الـ من الـ من بتوع الاداره المحليه، يعني صنعتي اداره محليه ماليش شغلانه ثانيه. ما اعرفش حاجه الا الاداره المحليه، اشتغلت في الاداره المحليه وكنت امين عام الاداره المحليه وبعدين محافظ، وعشان كده لما نيجي نعمل الاداره المحليه كان يعني كان المفروض يكون في ممثل للاداره المحليه للجنه، لكن ما كانش، لكن احنا عندنا برضه ثقه في اساتذه الاداره اللي موجودين في اللجان واساتذه القانون والدستور اللي موجودين في اللجنه. لكن لما نيجي نتكلم على اللي تطرح حضرتك ايه اللي تطرحه مثلا؟ المحافظ بالانتخاب ولا بالتعيين؟ انا 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 في 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 انظمه مستقره. النظام بتاع مصر الحالي المجلس المحلي منتخب والمحافظ بمجلسه التنفيذي معين. المجلس المنتخب بيراقب المحافظ المعين، وده نظام موجود ومستقر وفي دول كتير. فالمجلس المعين المحافظ باجهزته التنفيذيه بيراقبه مجلس منتخب من الشعب بيراقبه وبيسير اعماله، ما بيعملش حاجه الا ما بيرجع له. في خلل موجود في القوانين اللي موجودة ممكن يتعدل ويصوب هذا الموضوع ويديني اكثر من اللامركزية وصلاحات للمحافظ تدي له حق ان هو يدير المرافق اللي موجود عنده، لان انا مش عارف ادير. احنا المحافظ النهارده صلاحياته منتقصه تماما. فعشان كده لما يجي الدستور يحط صلاحيات في نفس النظام القديم ما فيش مشكله. طب نيجي نعمل نظام جديد نقول لك المحافظ بالانتخاب، ماشي ما فيش مشكله. احنا هي كلها انظمه، لا ده وحش ولا ده حلو، ده له ماله وده له عليه ما عليه. فنعمل المحافظ بالانتخاب، طب المجلس المحلي هيبقى ازاي؟ هيبقى المجلس المحلي منتخب والمحافظ منتخب، طب مين فيهم يدير مين؟ ومين يراقب مين؟ انا جايب من الشعب وانت جايب من الشعب. المجلس المحلي من جايبه الشعب والمحافظ جايبه الشعب، يبقى هنا مين اللي يراقب مين؟ ومين اللي يشيل مين؟ ومين اللي يحاسب مين؟ فعشان كده ده كلام ممكن يعمل خلل، لازم يبقى الامور واضحه. في انظمه بتخلي المجلس المنتخب هو اللي يدير، يعني النظام الفرنسي العمده منتخب. العمده اللي هو اللي بيدير اللي هو رئيس المجلس المحلي. واخد هو الصلاحات التنفيذيه كلها. يبقى هو اللي بيدير المحافظه. فده منتخب. والمحافظ بقى معين بس هو اللي بيراقب. بيراقب المجلس المنتخب لان المجلس هو اللي بيدير. فطالما المجلس هو اللي بيدير ما ينفعش اجيب واحد منتخب كمان. فهنا ممكن اجيب محافظ معين بيراقب المجلس المنتخب انه يماشي في اطار السياسه العامه للدوله. حضرتك شايف ان النظام ده اقرب لتطبيق عندنا؟ هو ده اللي عملوه في الدستور اللي فات. قال لك ان المجلس المنتخب ده هو له الصلاحيات الماليه والاداريه وهو اللي يدير وهو التنفيذي. طب ما جابوش دور المحافظ ايه؟ في الدستور اللي فات. طب المحافظ هيبقى جاي بالتعيين، طب هو موقفه فين وصلاحيته فين؟ احنا دايما في ثلاث حاجات، في محافظ، في 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 جهه بتقدم خدمه، وجهه بتراقبها، وجهه بتتلقى الخدمه. المواطن بيتلقى الخدمه. المواطن بيتلقى الخدمه. والجهه اللي بتقدم الخدمه. على اللي بيقدم ولا اللي بيقدم. مين اللي بيقدم؟ عشان كده بنتمنى ان الدستور يكون واضح ومدي صلاحيات كويسه صلاحيات حقيقيه أو 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 طبيعية للمحافظ وصلاحيات رقابية للمجلس الرقابي. سواء كان المجلس الرقابي هو اللي بيدير، المجلس المحلي هو اللي بيدير ياخد صلاحياته في الإدارة والمحافظ اللي بيراقب ياخد صلاحياته في الرقابة. بس ما ينفعش الاثنين يبقوا منتخبين ولا تبقى احنا عملنا صراع دخلنا في 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 في, في خلل كبير جدا. عشان كده هم مش هيبقى في تنسيق ما بين الجهتين، بالعكس هيبقى في صدور واضحه في 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 عمل الدستور وينص فيه صراحه على اللامركزيه وصلاحات المحافظ مش تبقى على سبيل الكلام لا، صلاحات واضحه ومحدده وصلاحات الجهه الرقابيه اللي هي المجلس المحلي اذا كان او العكس. يعني انا ما عنديش مشكله بس لان انا دي انظمه مستقره، انما ان انا اعمل نظام جديد اخلقه او اخترعه واقول لك المحافظ بالانتخاب والمجلس بالانتخاب ده مش موجود في اي دوله في العالم. ولا حد جربه قبل كده، فده هيجي ازاي؟ يبقى انا بنتكلم كلام عشان ندخل نفسنا في بلبله ونيجي نعمل القوانين بعد كده اللي هتتوافق مع هذا الكلام ما نعرفش نعمله. فانا كنت رئيس اللجنه اللي كانت بتعدل القوانين لما كنا وكنا في مشكله حقيقيه، لان احنا النهارده زي ما حضرتك انت بتشوف القانون عامل ازاي بالنسبه لمشكله المباني، ومشكله المباني دي كمان اكتر منها خطوره ايه؟ ان اللي بيعمل قانون المباني وزاره الاسكان واللي بيشتغل بيه الاداره المحليه.
يا وزارة الإسكان تعمل قانون، احنا يعني الكلام ده محتاج وضوح، يا وزارة الإسكان تعمل قانون المباني وتشتغل هي في مديرية الإسكان وتشرف على الإدارة الهندسية وتتابع هذا الموضوع وتبقى مسؤول عنه، وتبقى مسؤول عنه، يا إما يعملوا إدارة محلية وتشرف على الإدارة المحلية، لأن أنا ليا طلبات في القانون. لكن تدخل أكتر من جهة بيشتت المسؤولية في النهاية، واحد يعمل القانون وواحد تاني يشتغل بيه. طب ليه؟ طيب دلوقتي المفروض في 1650 قرار لإزالة مباني مخالفة على أراضي زراعية، أولاً هل هيتم تنفيذ القرارات دي؟ وفي حالة تنفيذها ده معناه إن الأراضي الزراعية ترجع من جديد أراضي زراعية، ولا هيبقى فيه بنى عليها ولكن مباني بقى يعني بشكل قانوني مش مخالف؟ بص، القانون لو يتطبق كل حاجة تبقى كويسة، واللي بيني وبين الناس هو القانون، عشان كده محدش يزعل مني لما بروح أزيل، لا أنا بزيل لأن أنا بنفذ قانون. الأراضي الزراعية لابد أن نحافظ عليها، أنا عندي 2600 فدان اهدروا في الفترة اللي فاتت ديت من أقصى الأراضي، من أقصى الأراضي، احنا الدلتا، احنا المكان المتميز اللي فيه كل المنتجات الزراعية، تراكم طمي بقى سنين. فأنا بزيل، أنا وبقول الكلام ده ووضح للناس كمان، لابد إنه يبقى عارف إن مخالفة المباني مهما طالت عليها المدة لازم هتتزيل. وانا مش هوصل اي مرافق لاي اخر مخالف. طب في الحاله دي يعني احول النيابه اي حد اخر مخالف يوصل له المرافق؟ طب في الحاله دي السكان ذنبهم؟ بنصح، ما انا بنصح دلوقتي اهو، بقول على لسانك، قلت في الجرايد، قلت في كل حته، وعلقت يوفط كده على الاماكن اللي فيها مخالفات، وقلت يا حضرات ما حدش يشتري شقه من عقار مخالف، لان ديت انا مش هوصل له مرافق، فما تشتريش. والتاجر اللي بيبني ده تاجر راجل جشع، بيبني ويبيع لك ويهرب، وانت اللي تتحط في المسؤوليه قدام المحافظه. طب هل ده معناه ان ال 1600 ما فيهمش مرافق، ولا 1650 قرار ازاله، هل دول ما فيهمش مرافق فعليا، ولا كانوا ساكنين بشكل طبيعي؟ اللي سال مرافق او اللي خد مرافق في فتره كده شويه، او يعني ساعات مثلا واحد بياخد ترخيص بدورين ثلاثه وبعدين يبني 10، ايوه، بعد ما يبني دورين ثلاثه بيوصل المرافق وبعدين يزود 10، بيسرق. انا مثلا في منطقه عندي بعد في امتداد العمران التعبانة في كفاءه، قلت لهم حتى مش عايز فيها عمود نور عشان ما حدش يسرق منه كهرباء، لان انا اصلا المواطن كمان البيت المبني بدون ترخيص اولا عشوائي وبيعمل لي منطقه عشوائيه، وبعد ما بيبني يقول انا عايز صرف وميه، ما بلاقيهوش، لان هو الشارع 6 متر وباني 16 دور، عشان تحط في الشارع ده وساعات 3 متر، يمكن انت بتشوف الكلام ده في طول ما انت ماشي على الطريق الدائري، الشارع 2 متر كده والناس تتسلم على بعض من البركنات، وبعدين العماره برج كبير جدا وعايز تحت صرف وميه وكهرباء وتليفونات وغاز يوصلوا له في الشارع، طب احطها ازاي؟ وبعدين لا يمكن تكون اساس العماره سليم، لان الشارع ال 3 متر ده مش ممكن تحفر فيه اساس لعماره 16 دور. فانا في خطر كبير جدا على حياه المواطن، وفي نفس الوقت على صحته، لان احنا لما بنقول ايه ابني مره ونص عرض الشارع، يعني الشارع 6 متر ده ابني فيه 9 متر، يعني 3 ادوار، يوم يوصل لك شمس وهواء يبقى السكن صحي، انما لما تعملي 16 دور يبقى السكن غير صحي. صحيح. وطبعا مش معمول بالمواصفات الصحيه المظبوطه، فعشان كده تلاقي الرب والسل والامراض المعديه كلها مستوطنه في المناطق العشوائيه دي، وبعدين الصرف الصحي تحت ما يكفيش فيدفع، تروح هناك تلاقي الناس عايشه في صرف، وبعدين تقول يا حكومه حرام عليك، انت يا حكومه سايبه الناس كده ازاي؟ هي الحكومه اللي سايبه الناس ولا الناس اللي عملت كده في الحكومه؟ يعني لازم الكلام يبقى واضح عشان المواطن يبقى شريك معانا. أيوة. انا طبعا هم احنا هنحاول نحل المشاكل اللي موجوده، بس مش نتمنى طول العمر نلهس ورا العشوائيات. يعني انا النهارده في عشوائيات بتطلع وانا بحاول احللها مشكلتها، او موجوده وبحاول احللها مشكلتها، طب مش كل يوم بقى نعمل عشوائيات جديده؟ فاني الاوان بقى ان انا اوقف، فاي واحد يخالف مش هسيبه، لان ده بيضر. قرارات الازاله دي بيتم تنفيذها ولا من الصعب تنفيذها؟ منفذ اكتر من 1600 حاله ازاله في الشهرين اللي فاتوا، على قد ما بقدر، لان الازالات في ازالات، يعني انا في ازالات دي اللي بقدر عليها كاداره محليه، لان في ازالات لازم يكون فيها الامن، يعني انت بتلاقي دلوقتي على طريق الزراعه انا بشيل معارض موجوده، بشيل حاجات موجوده، وبيجي الامن معايا لان بيطلعوا علينا بسلاح، يعني انا ما اقدرش اروح ازيل لوحدي والا ببقى بعرض الناس اللي معايا للخطر، فبيجي معايا الامن وبنزيل، والامن مشكور في محافظه الاداره الحقيقه عامل مجهود غير عادي معانا. طيب الملف الامني، بمناسبه الامن، الملف الامني ايه اخبار الامن في القليوب؟ خصوصا ان قيادات كتير في المحافظه من تنظيم الاخوان. لا ما يعني احنا الامن قيادات بس مش كتير، يعني انا مثلا عندي عماره برضه قبل ما الامن، انا هتكلم على الامن بشكل مستفيض، بس عندي عماره مثلا مبنيه على خط صرف صحي وميه، وعشان انزلها بعت انزلها المول عايز 600,000 جنيه. يعني شوفي دي مرة واحدة عندي كتير جدا، فأنا عايز ميزانيات حتى عشان أزيل مش لاقي. أيوة. يعني عندي
مشاكل، فما عادش ينفع ان انا اسمح بقى لحد يبني تاني، يعني ما عادش ينفع، حرام والله حرام. احنا عشان كده بنقول ان هو القرار يبقى من البدايه مش بعد ما الموضوع يحصل. بس انا بعمل الاجراء القانوني وبحاول ان انا ازيل وامنع المرافق على قد ما اقدر، لكن انا مش قادر اروح اضربه. أيوة. القانون ما قاليش كده، القانون قال لي 1 2 3 عملته. عشان كده انت بتيجي تقولوا ايه ده الفساد في الاداره المحليه؟ لا، لان جريمه المخالفه المباني مشترك فيها اكتر من طرف، صاحب الارض اللي بيبني العماره ده والمقاول اللي بيبنيه والمهندس اللي بيبنيه، وبعدين الاداره المحليه اللي بتعمل له اجراءات ورقيه، وبعدين يروح اللي بيسكن فيه. ما انا عملت الورق، انت مهندس الاداره المحليه لازم يكون عامل الاجراءات الورقيه، لانه عارف ان هو بيبني العماره ممكن واحد يقع من على السياره يموت. فيجي اول حاجه يعملها كل النيابه، تعالى فين ورقك، من الرخصه، فين الاجراءات اللي انت عملتها، فيقول له 1 2 3، ولو ما مش عاملها حبسه واجب وثلاث سنين، وعلى طول بيتحبس 3 سنين حبس وغرامه بتوصل لمليون جنيه وعزل من الوظيفه كمان. فعشان كده المهندس اول حاجه بيعملها لازم يعمل اجراءات القانونيه. أيوة. يبقى الاداره المحليه هي عامله اجراءاتها ضروري، لازم تكون عامله اجراءاتها. وعشان كده محدش لما بيحصل حاجه، كان زمان كلهم في السجن، انما عامله الاجراءات. لكن بعد كده انت بتلاقي لازم تبعت الاسم عشان الازاله، هو عامل قرار الازاله بس الاسم مفيش اجراءات، الامن مش مستتب فمش عارف مين يجيبه. أيوة. وبعدين تبعت للمحكمه عشان تحكم عليه، المحكمة المفروض تحكم عليه بقى بالسجن والغرام، فتقعد سنتين في المحكمة وتوه، والراجل يكون بنى وسكن وخلص. وبعد كده المواطن اللي بيشتري منه بقى كمان، يعني ده طرف تاني. فدي كلها أطراف في الموضوع. الأخطر واحد عامل شغله مظبوط هو بتاع الإدارة المحلية، لأنه عامل إجراءاته الورقية، لأنه بيتحاسب ليل نهار. أيوه. في 100 جهة بتراقبه. انما بقى تيجي اداره حاسب الشرطه ما انتش تقدر، ما فيش الزام عليها في القانون، والظروف الامنيه مش مظبوطه، فمش هيقدر تقول له. ورغم كده بيجوا معانا كتر خيرهم مشكورين في حاجات كتير. طب ننتقل بقى لملف الامن. القاضي اللي بيحكم هتقدر تقول له انت ما بتحكمش ايه اللي عنده تقاضي قضايا قد كده؟ فعشان كده احنا بنقول مش تغليظ الوقوع بس، لا تغليظ الوقوع مش مطلوب، سرعه الاجراء، سرعه الفصل في قضايا مخالفات المباني. اول ما اقول له ان فلان ده ماني بدون ترخيص، اعمل له ضبط احضار، ضبط احضار وحبس. أيوة. لانه بيعرض هذا الناس للخطر طبعا، لان العماره لما بتقع ما بتعرفش هتقع على مين. فده في خطوره جدا، ملف في منتهى الخطوره. لابد ان انا اكون حريص فيه وامنع المخالفات، والمواطن كمان ما يشتريش منه، لانه بيشجعه على انه يبني مخالف. لما اقول له لا مش هشتري منك شقه مخالفه، اه في ازمه اسكان، اه في ازمه، بس ما اشتريش مخالفه، ان انا بعرض حياه ولادي للخطر. ملف الامن الان سياده المحافظ. نيجي للامن بقى، كتر خيره الحقيقه مشكوره، يعني بيساعدنا كتير جدا في عمليه الازاله اللي احنا بنعملها. مديريه الامن عندنا مديريه متميزه جدا، السيد مدير الامن يعني ليل نهار صاحي، بيتواجد في الاحداث قبل المامور كمان، ودي حقيقه يعني بيخليها امور كتير. بس على الرغم من كده بيحصل احداث. لا ما بيحصل احداث، دي ما فيش حد يقدر يمنع الامن 100%، لكن الحدث بيحصل، القضية بتيجي على طول. يعني قضية عربية وزير الإسكان المساعد بتاعه اتسرقت، بعد يومين كانوا موجودة العربية واللي سرقوها. لكن أنا مش قادر أقف في كل شبر متر حد في الظروف اللي احنا فيها دي. فالأمن متميز جدا عندنا، المدير الأمن عامل مجهود غير عادي الحقيقة، هو ورجالته. وعشان كده احنا ما عندناش حتى حظر تجول، كانت فترة حظر تجول الشهور اللي فاتوا ديت ما كانش في حظر تجول في القلوة، الناس كانت بتستمتع لحد الفجر على الكورنيش بتتمشى. يعني ده كله نتيجة مجهود كبير جدا أمني ومروري الحقيقة. فعشان كده دايما احنا بنوجه لهم الشكر في القلوة بالذات، ودايما بنترحم على شهدائهم. بس مش كل المدن في القليوبية ما كانش فيها حظر، كان في مدن فيها حظر. لا مفيش في القليوبية حظر. العبور، مدينة العبور. لا كله مفيش فيه حظر. لا العبور كان فيها حظر. العبور عشان مدينة العبور كان فيها حظر. حاسبينها بس على القاهرة شوية. ممكن عشان كده قلت لك ان دي مثلا دي كان فيها حظر. شبرا الخيمة حاسبينها على القاهرة. فالحظر بيبدأ من داخل القاهرة، لكن اقصد بنها بمراكزها ما كانش فيها حظر. فيعني الأمن عامل استقرار كبير جدا، هو الامن والاقتصاد ملفين مهمين جدا، وهم عاملين يعني وجهين لعمله واحده. اذا الامن استقر الاقتصاد يشتغل، واذا الاقتصاد استقر الامن يرتاح. طيب دلوقتي الامن اوضاعه ايه في القليوبيه؟ وموضوع القيادات اللي موجوده في المحافظه من تنظيم الاخوان؟ احنا يعني ما فيش حد عامل قلق خلاص، كل ما هو تنظيمي او ضد مصلحه الدوله ملوش مكان في البلد. ايوه. فالامن عامل اجراءاته يعني رقابيه بشكل متميز جدا، ومحقق استقرار كبير جدا بالنسبه للمحافظه.
هنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وقتك وعلى اهتمامك وحضورك لينا. اهلا بيك دايما المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبيه، كنت ضيف عزيز علينا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم، كل سنه وانت طيب. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعه، غدا باذن الله اللقاء يتجدد في حلقه جديده.